السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لزنا في قراءة هذا الكتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن الببرد رحمه الله تعالى، ولازلنا في مباحث السنة. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وحكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل بالاتفاق، في صفحة 225. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وحكم الحاكم المشترط العدالة لشهادته أو روايته تعديل. شهادتي، أصلح الخطأ، بدل اللام باء، بشهادته، حكمه بشهادته. أحسن الله إليك. وحكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق، وليس ترك الحكم بها جرحا، لأن الترك لا يعلم سببه. والصحابة عدول، اختاره الأكثر فلا يفحص عنهم. قلت: بل يقبل خبرهم مطلقا، ولو وجد من أحدهم ما يوجب الفسق في غير الصحابة ولا يرد خبره بذلك. وقيل: إلى حين زمن الفتن ولا يقبل الداخلون فيها، لأن الفاسق غير معين. وقيل: هم كغيرهم يفحص عنهم ولا يقبل خبر المجهول منهم. والصحابي أي تعريفه. طيب، نقرأ هذا، نشرح هذا إن شاء الله. قال: وحكم الحاكم المشترط العدالة. المشترط صفة للحاكم، والمراد بالحاكم هنا القاضي، يعني حكم القاضي الذي وصفه أنه يشترط العدالة في الشهود بشهادته. الضمير يرجع للراوي إذا جاء شاهداً على قضية عند ذلك الحاكم، أو روايته إذا روى للحاكم أي للقاضي حديثا. في مجلس الحكم يعني روى له حديثا في مسألة، تعديل بالاتفاق. يعني لو أن مثلا القاضي شريحا أو القاضي إياس بن معاوية مثلا أو أي قاضي من قضاة الإسلام حكم بشهادة رجل، وهذا الرجل هو من رجال الأسانيد ورواة الأحاديث، أو روى له حديثاً في مجلس الحكم فقبله منه، وهذا الحاكم صفته أنه يشترط العدالة في الشهود، وهذا احتراز عن الحاكم الذي لا يشترط العدالة، فإن بعض الفقهاء جوز رواية مجهول الحال. قال: تعديل بالاتفاق، تعديل له بالاتفاق، تكون تعديلا له في باب الرواية، لأن الشهادة كالرواية والرواية كالشهادة. قال: وليس ترك الحكم بها جرحا، وليس ترك الحاكم لشهادة رجل لا يعتبر جرحا، عكس هذه المسألة. المسألة الأولى كان قبول شهادته، لكن المسألة هذه لو أن ذلك الحاكم أي أن ذلك القاضي رد شهادة رجل لا يعتبر جرحا له في باب رواية الأحاديث. طيب، لما اختلف الرد عن القبول؟ لما اعتبر القبول بشهادته تعديلا
ولم يعتبر رد شهادته جرحا؟ قال: لأن الترك لا يعلم سببه، بمعنى أن الصورة الأولى قد علمنا السبب، أنه ما قبل ذلك الراوي الشاهد إلا لأنه عدل، إذن هو عدل. لكن في باب الرد لا نعلم سبب رد شهادته، لأنه ربما ردها لسبب لا يجرح الشاهد، مثل لو كانت القضية تحتاج إلى شاهدين فشهد شاهد واحد، فإن القاضي الحاكم يرد شهادته، فهل يعتبر هذا جرحا له؟ لا، ليس جرحا، وإنما نقص النصاب، نصاب الشهادة. قال: والصحابة عدول، يعني جميعا، جميعهم. فألف الصحابة للاستغراق، يعني وجميع الصحابة عدول، رجالهم ونساؤهم. قال: اختاره الأكثر، وفي هذا إشارة إلى وجود خلاف، يعني أن قول أكثر العلماء على أن الصحابة جميعا عدول، والحقيقة أنها ليس قول الأكثرين فقط، بل هو محل إجماع، حكاه ابن عبد البر وغيره كثير من علماء الإسلام، حكوا الإجماع على عدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم. قال: فلا يفحص عنهم، هذه فاء النتيجة، يعني فيترتب على عدالة جميع الصحابة أن علماء الحديث لا يحتاجون إلى الفحص عنهم، أي إلى البحث عنهم، سواء البحث عن العدالة أو البحث عن تعيينهم، فيما لو قال التابعي الثقة: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يضر هذا، لأنهم عدول، سواء علموا بأسمائهم، يعني بأعيانهم، أو لا، لا يضر. وفي مسند أحمد قال: حدثنا وكيع عن عمرو بن مرة عن مرة بن الطيب قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتي هذه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة حمراء، على ناقة له حمراء مخضوبة، فقال: هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر، أو كما هو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. والشاهد في قوله حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم به، فلا يضر. قال: قلت: بل يقبل خبرهم مطلقا ولو وجد من أحدهم ما يوجب الفسق في غير الصحابة، ما يوجب الفسق في غير الصحابة، ولا يرد خبره بذلك، أي بذلك الذنب الذي يفسق به المسلم من غير الصحابة، بمعنى أنه لو حصل من بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما يوجب الفسق لو أن غير الصحابة فعلوه، فلا يعتبر جرحا لهم ولا يرد خبرهم بهذا. فمصطح ابن أثاثة رضي الله عنه قذف، حصل منه القذف، وكذلك حسان رضي الله عنه، وأبو محجن الثقفي حصل منه شرب الخمر، وغير ذلك من الذنوب، يعني ماعز أيضا رضي الله عنه حصل منه الزنا، وهذا لا يضرهم رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأنهم أوابون توابون، سريعوا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة، ولأن النصوص التي دلت على عدالة الصحابة لم تفصل، فوجب إعمالها على العموم، وهذا هو واجب الحمل في النصوص التي لم تأتي مقيدة أو مخصصة، يجب أن تحمل على عمومها، وقوله لا تسبوا أصحابي عام، وغير ذلك من النصوص في الكتاب والسنة، ولم يستثني أحداً، مع أن بعض هؤلاء الذين ذكرنا فعلوا هذه الذنوب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل إلى حين زمن الفتنة، وقيل، قال بعض المعتزلة
هم عدول إلى زمن وقوع الفتنة أي الحروب التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ولا يقبل الداخلون فيها. وكان ينبغي أن يكون بحرف الفاء، ولعلها كذلك ما اطلعنا على المخطوط حتى نجزم بصواب العبارة، بمعنى أنه ينبغي أن يكون هكذا. وقيل: إلى حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون فيها، بفاء التفريع. نقول ما نستطيع نعد في الكتاب لأنه ما اطلعنا على النسخ المخطوطة للكتاب، لكن يعني وجه العبارة أن يكون بالفاء. قال: لا يقبل الداخلون فيها، أي في الفتن، بمعنى أن الصحابة استمروا رضي الله عنهم على وصف العدالة إلى حين وقوع الحروب بينهم، وبعد ذلك يأتي التفصيل على قول هذا القائل صاحب المذهب الثاني. فننظر، فإن استمر على ترك الخوض في الدماء والحروب يستمر على وصف العدالة، وإن خاض في الحروب والدماء فإنه تسقط عدالته، هكذا قال بعض المعتزلة، كثير من المعتزلة قال بهذا القول. قال: لأن الفاسق غير معين، هكذا قال هؤلاء المعتزلة، يعني يقولون إن إحدى الفئتين المتقاتلتين هي باغية على الأخرى، وأي الفئتين هي الباغية ما نعلم، فالتبس العدل بغير العدل، وحينئذ نترك رواية كل من دخل في الفتن هكذا قالوا. ثم قال: وقيل هم كغيرهم، أيضا قول بعض المعتزلة قالوا بالقول هذا الثالث، وقيل هم كغيرهم، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم كسائر الأجيال، كسائر أفراد الأمة الآخرين، يفحص عنهم، يعني يبحث عنهم، ولا يقبل خبر المجهول منهم، يعني لا بد أن نتيقن عدالة الواحد منهم، ولا بد أن نعلم عينه، فلا يقبل خبر المجهول، لأن عدالته مجهولة، يعني لعدم علمنا بعدالته حينئذ. هكذا قالوا، وكلها أقوال شاذة، لو أن المصنف تركها لكان أنفع، بل القول الصحيح هو عدالة جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والصحابي أي تعريفه من رآه، أي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما واجتمع به، ولا تكفي رؤيته في حال كفره إذا أسلم بعده، بل يسمى مخضرما. وقيل: الصحابي من طالت صحبته له عليه السلام عرفا. وقيل: هو من طالت صحبته له وروى عنه الأحاديث. وقيل: من صحبه سنتين وغزا معه غزاتين. ويعلم ذلك بإخبار غيره من الصحابة وغيرهم عنه، أو بإخباره هو عن نفسه بذلك. ولرواية الصحابة نعمل هنا، قال: والصحابي أي تعريفه من رآه، أي النبي، الياء مفتوحة مشددة، والرؤية تحصل ممن حينئذ؟ من الصحابي، لشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم. من رآه أي النبي مسلما، يعني الرجل هذا أو الصحابي هذا يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مسلما واجتمع به. ولو أنه قال: من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان أخصر وأنفع، كان أخصر وأحسن لو قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة لا يرى، كابن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. لكن اللقية تحصل للمبصر وغير المبصر. فقوله واجتمع به، رآه مسلما واجتمع به، يخرج من لم يجتمع به، كأبي ذؤيب الهذلي قدم إلى المدينة، الشاعر المعروف، فجاء وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ميت مسجا ببردته ينتظر الناس تغسيله ودفنه عليه الصلاة والسلام.
وايضا لا بد في من قيد مهم في تعريف الصحابي، وهو ان يقول ومات على الاسلام، لا بد من هذا القيد، لان بعض من اسلم ارتد، ثم الذين ارتدوا بعضهم عاد الى الاسلام فمات على الاسلام، وبعضهم مات كافرا كابن خطل. ابن خطل كان مسلما وراى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، لكنه ارتد ومات مشركا، قتل مشركا. ثم قال ولا تكفي رؤيته في حال كفره اذا اسلم بعده، ولا يكفي في وصف الصحبه، في صدق وصف الصحبه على الرجل ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك الرائي كافرا وقتها حين الرؤيه، ثم يسلم بعد الرؤيه سواء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته. إذن لا بد من اقتران الاسلام برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم يراه مسلما. قال بل يسمى مخضرما، يعني اذا راى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل كافرا، ثم انه عاد إلى قومه أو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم الرجل، فإنه لا يكون صحابيا، وإنما يسمى في الاصطلاح يسمى مخضرما، مثل رسول قيصر المسمى بالتنوخي من أهل حمص، أرسله قيصر، اختاره عمدا من العرب لغرض معروف في قصة مشهورة، وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض النبي عليه عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأبى فعاد مشركا، ثم إنه أسلم بعد ذلك فيكون مخضرما لا صحابيا. ثم قال وقيل، أي في تعريف الصحابي، الصحابي من طالت صحبته له عليه الصلاة والسلام عرفا، فهذا قول أيضا مشهور من أقوال أهل العلم واختاره كثير من الأصوليين، أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ويكون قد ماذا؟ قد صحبه مدة عرفا، ليس مجرد رؤية، وإنما لا بد من مرافقته حتى يسمى صاحبا، لأن هذا هو معنى الصاحب في لغة العرب. قال وقيل هو قول ثالث لبعض المعتزلة، هو من طالت صحبته له وروى عنه الأحاديث، يعني شرطوا شرطا زائدا على شرط الذين قبلهم، فلا يكفي مجرد الإسلام والرؤية، بل اشترطوا المخالطة والمرافقة وكذلك رواية الحديث، سماع الحديث منه. قال وقيل هذا القول الرابع، من صحبه سنتين وغزا معه غزاتين، هذا قول يعزى إلى سعيد ابن المسيب رحمه الله، أنه اشترط في الصحابي أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم لمدة سنتين ويغزو معه غزوتين. قال ويعلم ذلك، قوله ذلك يعني الصحبة، يعني تعلم الصحبة بماذا؟ قال ويعلم ذلك بإخبار غيره، إخبار غير هذا الصحابي من الصحابة وغيره، بأن يقولوا فلان صحابي كما يفعل أهل علماء الحديث الذين تكلموا عن رجال الأسانيد، فيذكرون الرجل ويقولون له صحبة أو صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينصون على أنه صحابي. قال أو بإخباره هو عن نفسه بذلك، يعني ما دام أنه ثقة وخبر الثقة مقبول، فإذا أخبر هو عن نفسه أنه صحابي وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل خبره عند الأكثرين، وإلا ففيه خلاف بين العلماء. تفضل يا شيخ. ولرواية الصحابة ألفاظ، أعلاها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، لأن ذلك كله يدل على سماعه منه. ثم أي بعد هذه الألفاظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فإنه يحمل على سماعه منه عند الأكثر، وقيل لا يحمل على السماع، اختاره أبو الخطاب وابن الباقلاني وغيرهما. ثم بعد قال أمر أو نهى أو أمرنا أو أمرنا، أحسنت، أمرنا. ثم بعد قال أمر أو نهى أو أمرنا أو نهانا، لأنه يحتمل السماع ويحتمل عدمه، فهو حجة عند الأكثر خلافا لقوم. ثم بعده أمرنا أو نهينا، فحجة عند الأكثر، وقيل لا، اختاره بعضهم. ومثله أي ومثله في الخلاف والحكم من السنة، أو جرت السنة أو مضت السنة، واختار أبو المعالي لا يقتضي سنته عليه السلام. ثم بعد ذلك قول الصحابي أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى عهد النبوة، نحو قوله كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل، فحجة عند أبي الخطاب والشيخ وغيره وغيرها وغيرهم وغيرهما عند أبي الخطاب والشيخ وغيرهما بالتثنية. فحجة عند أبي الخطاب والشيخ وغيرهما، وقيل لا، والشيخ وغيرهما. فحجة عند أبي الخطاب والشيخ وغيرهما، وقيل لا، وقاله الحنفية. وإن لم يضف إلى عهد النبوة فخلاف، الأصح حجة. وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، قاله أصحابنا. أحسن. قال المصنف رحمه الله ولرواية الصحابة ألفاظ. الآن شروع في بيان مراتب الرواية، رواية الحديث بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، وسوف يذكر بعدها مراتب الرواية بالنسبة لغير الصحابة التابعين ومن بعدهم. فقال أعلاها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، ومثلها أيضا أمرني نهاني أوصاني ونحو ذلك، كلها في مرتبة واحدة، مثل قول عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذه أعلى رتبة. ومثل قول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، الحديث. قال لأن ذلك كله يدل على سماعه منه، يعني كانت هذه في المرتبة أعلى، في أعلى المراتب، لأن فيها تصريحا بالسماع، بسماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. قال ثم، أي بعد هذه الألفاظ، الآن المرتبة الثانية. قال ثم بعد هذه الألفاظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا المرتبة الثانية كلمة قال، مثل قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل إلى آخر الحديث. قال فإنه يحمل على سماعه منه عند الأكثر، يعني كلمة قال ليست صريحة في السماع، لكنها ظاهرة في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. قال عند الأكثر، وقيل هذا القول الثاني لا يحمل على السماع، القول الثاني اختاره بعض الأصوليين كما ذكر أنه مذهب أبي الخطاب وأبي بكر بن الباقلاني رحمهما الله تعالى وغيرهما من علماء الأصول ومن المحدثين، إلا يعني ذهبوا إلى أنه لا يحمل على
السمع، والسبب قالوا أنه ليس صريحاً في السمع، فهو متردد بين السماع بلا واسطة وبين الانقطاع، يعني وعدم السماع بلا واسطة، فمع التردد لا نستطيع أن نجزم بالسماع، والحديث يحتاط له فلا تكون صريحة في السماع، هكذا قالوا، وهو مذهب ضعيف. لا شك أن مذهب الأكثرين هو الصواب في هذه المسألة. قال: ثم بعد ذلك، هذه المرتبة الثالثة، ثم بعد، قال ثم بعد، قال يعني بعد مرتبة قال: أمر أو نهى أو أمرنا أو نهانا. هذه المرتبة الثالثة، فهي أدون من كلمة قال. لماذا كانت أدون؟ لأن الأول الراوي صرح بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه المرتبة يقول أمر أو نهى، فلعل الراوي فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو نهي، ولا يكون كذلك، ولا يكون أمرا ولا نهي، فإنه قد يخطئ، الراوي قد يخطئ ويظن ما هو ما ليس أمرا يظن أنه أمر، وما ليس نهيا يظن أنه نهي، فهذا احتمال وارد، فلهذا نزلت هذه المرتبة عن مرتبة قال. فلهذا قال المصنف: لأنه يحتمل السماع منه صلى الله عليه وسلم ويحتمل عدمه، يعني يحتمل أنه ما سمعه منه بل سمعه من غيره. ثم قال: فهو حجة عند الأكثر خلافا لقول، يعني فما قبله تدليل على أن هذه المرتبة أدون من التي قبلها، لكن بعد ذلك بين أنه حجة أو ليس بحجة، بمعنى أنه هل يحمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه أم لا؟ فقال الأكثرون على أنه حجة، فإذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا شك أمره، وإذا قال نهى فهو نهيه. لماذا؟ قالوا لأن الراوي هذا الصحابي هو في معرض الاحتجاج والاستدلال، ولا يمكن أن يقول أمر أو نهى والذي أمر ونهى غيره، هذا بعيد. فقول شاهد يعني ذلك من شواهد هذه المرتبة قول البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، الحديث. ثم قال: خلافا لقوم، وهم بعض المعتزلة، فالخلاف هنا شاذ، خلاف شاذ، لأنه يبعد أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون أمرا منه صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بعده، في المرتبة الرابعة، أمرنا أو نهينا بالبناء للمجهول. إذن التي قبلها كانت البناء فيها للمفعول أمر ونهى، هنا بالبناء التي قبلها كان بالبناء للفاعل أمر ونهى، وهنا بالبناء للمفعول أمرنا نهينا. أو يقول مثلا أمر الناس، قول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. قال: فحجة. ما معنى فحجة؟ يعني أنه يحمل، يعني يكون حجة في الأحكام الشرعية، فيحكم بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قوله فحجة. قال: فحجة عند الأكثر، نعم عند أكثر العلماء أنه حجة. ثم قال: وقيل لا، قال بعض الحنفية وبعض الشافعية: لا، لا يكون حجة، اختاره بعضهم. طبعا هم قالوا ليس، يعني لا يكون حجة لاحتمال أن الذي أمر
غير النبي صلى الله عليه وسلم، كالخلفاء الراشدين يأمرون بالشيء وينهون عنه. قال: ومثله، أي ومثله في الخلاف والحكم من السنة كذا، يعني ومثل هذه المرتبة، يعني ومثل هذا القول وهو أمرنا ونهينا، مثله في الخلاف في وقوع النزاع على قولين، ومثله في الحكم وهو الحكم بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بقوله. قال: من السنة أو جرت السنة أو مضت السنة، كقول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، إلى آخر الحديث. قال: واختار أبو المعالي، يعني هذا القول الثاني في المسألة، واختار أبو المعالي رحمه الله لا يقتضي سنته عليه الصلاة والسلام. إذن إذا قال من السنة أو مضت السنة أو جرت السنة، فعند أبي المعالي الجويني رحمه الله أنه لا يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بعد ذلك، المرتبة الخامسة، قول الصحابي كنا نفعل. كلمة أو هذه من المتن، صحيحة هي من المتن، لكن وضعها هنا بعد الشرح، والشرح لا شك شرح ممزوج كما ترون، وضعه هنا ليس حسنا. قال: ثم بعد ذلك قول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون. ثم بعد ذلك لم يقل حجة أو غير حجة، وإنما شرع في تفصيل. إذن هذه المرتبة الخامسة تحتاج إلى تفصيل قبل إصدار الحكم عليها، هل هي حجة أو ليست بحجة. فقال: إن أضيف إلى عهد النبوة نحو قوله كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحجة. الآن بدأ يفصل في هذه المرتبة، في قول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون. قال: إن أضافه الراوي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. قال: فحجة عند أبي الخطاب والشيخ وغيرهما. هذا القول الأول في الحالة الأولى، إذا القول الأول أنه يكون حجة. حجة ماذا؟ من باب السنة الإقرارية، أي أنهم كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم فعلهم وانتشر حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فيكون حجة إذن من باب السنة التقريرية. قال: عند أبي الخطاب والشيخ، والشيخ مر معنا هذا المصطلح، يريد به المصنف من؟ من؟ أحسنتم، موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. نعم، وهذا قول الأكثرين، هذا قول أكثر العلماء، هو قول جمهور العلماء. ثم قال: وقيل لا، هذا القول الثاني. ثم قال: وقاله الحنفية. هكذا أطلق العبارة، والحقيقة أن مذهب الحنفية مع مذهب الجمهور، إنما المخالف قليل منهم، بعضهم، بعض الحنفية نعم اختار هذا القول، لكن أكثر الحنفية مع الجمهور في أنه يكون حجة، أي قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن لم يضف شروع في الحالة الثانية من المرتبة الخامسة، كنا نفعل أو كانوا يفعلون، الحالة الثانية ما هي؟ إذا لم يضف الراوي هذه اللفظة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو حياته، مثل قول عائشة
رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، لا يقطعون يعني يد سارق في الشيء التافه الذي ليس له كبير قيمة. فهنا ما أضافتها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافت الحديث الرواية إلى هذا الفعل يعني إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم يضف إلى عهد النبوة فخلاف. نعم، إذا لم يضف كانوا يفعلون أو كنا نفعل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخلاف قوي في المسألة. ثم قال: الأصح حجة. والضبط بالشكل ضروري في تحقيق كتب التراث كما قلناه لكم مرارا، حتى ما يقرأ القارئ فخلاف الأصح، يستعمل علامات الترقيم نعم وهي الفاصلة، لكن أيضا لا بد من الضبط بالشكل فخلاف، ثم يقول الأصح حجة. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، الأصح في المذهب أنه حجة. ثم قال: وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء قاله أصحابنا. وهذه العبارة فيها شيء من يعني شيء من الغموض، وال يعني لا تؤدي مقصود المصنف رحمه الله. هو يريد أن يقول في هذه الجملة الأخيرة: وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء قاله أصحابنا، يقصد أن التابعي كالصحابي في كلمة كنا نفعل وكانوا يفعلون في إسنادها إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في عدم إسنادها، بمعنى أن المرتبة الخامسة هذه كنا نفعل وكانوا يفعلون الحكم فيها واحد، سواء كان الذي قالها صحابيا أو كان تابعيا فالحكم واحد، يعني يجري نفس الخلاف السابق. فإذا أضافها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماذا؟ حجة تقريرية. وإذا لم يضفها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخلاف قوي في المسألة، والأكثر على أنها حجة. الصحيح في المذهب أنها حجة. لما كانت حجة وهو لم يضفها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا: إذا انتفى أن تكون سنة تقريرية فلن ينتفي أن يكون إجماعا. حين يقول كانوا يفعلون معناها أن الناس كانوا يفعلون والعلماء يقرون فيكون إجماعا، فحينئذ لا تنتفي الحجية في الأمرين، إن أضافه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه. لكن بعض العلماء يعني استشكل قول التابعي هنا، يعني قول الصحابي لا إشكال فيه، لكن في قول التابعي استشكله من جهة السبر والاستقراء لا من جهة التأصيل. الآن الدليل واحد والأصل واحد، لكن من جهة الاستقراء قالوا: وجدنا أن بعض غير الصحابة بعض التابعين قد يقول كانوا يفعلون، ثم نظرنا وإذا ما يعني ما يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أصحاب أصحابهم، مثل قول لإبراهيم النخعي كانوا يفعلون ويريد به أحيانا أصحاب ابن مسعود هكذا فيه. لكن كما قلنا أنه إذا انتفت أن تكون سنة تقريرية فلن ينتفي أن يكون إجماعا ولو سكوتيا، ولو كان إجماعا سكوتيا والله أعلم. وحينئذ يستثنى مثل حالة إبراهيم النخعي، يعني تكون مستثنى من القاعدة لمعرفتنا بمراده. وغير الصحابي من التابعين ومن بعدهم إلى زماننا لكيفية روايته مراتب، أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره في معرض إخباره ليروي عنه، فإن كان وحده فيقول سمعت فلانا وقال فلان وحدثني فلان وأخبرني فلان، وإن كان معه غيره قال حدثنا أو أخبرنا،
وإلا أي وإن لم يقصد إخباره ليروي عنه قال حدث فلان وأخبر فلان وقال فلان وسمعته يحدث، وله إذا سمع مع غيره قول حدثني وأخبرني، وإذا سمع وحده قول حدثنا وأخبرنا في الأصح. ثم بعد قراءة الشيخ أن يقرأ هو على الشيخ، وإنما كانت قراءة الشيخ أعلى لأنه أخبر بما يروي، ولأنه إذا قرأ هو قد يغفل الشيخ عند قراءته بعمل قلب ونحوه. وقيل هما سواء، إذ كلاهما يحصل به جواز الإخبار، وقيل هذا أعلى أي قراءة المخبر، لأن السماع من الشيخ يحصل به تعقل أكثر من قراءته، ولهذا قال عليه السلام إني أحب أن أسمعه من غيري. وإذا قرأ على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت بلا موجب فيجوز له الرواية، ومع موجب من غفلة أو إكراه لا يكفي السكوت. ويقول مع قراءته على الشيخ حدثنا فلان وأخبرنا فلان قراءة عليه، وبدونها أي بدون قوله قراءة عليه خلاف، نقل عن أحمد أنه يجوز ونقل عنه لا لالتباسه بقراءة الشيخ. وقيل يجوز في قوله أخبرنا لا حدثنا، وهو رواية عن أحمد أيضا، وعنه رواية جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا، وعنه رواية خامسة جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا. نعم أحسن، جزاك الله خير. قال وغير الصحابي، الآن شروع في مراتب الرواية لغير الصحابة. قال من التابعين ومن بعدهم إلى زماننا، قوله إلى زماننا يعني من يعني يروي بالإسناد لبركة الإسناد، وإلا فبعد تصنيف الأحاديث لا يضر حينئذ البحث في رجال الأسانيد بعد الأئمة المصنفين كما لا يخفى. قال لكيفية روايته مراتب، أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره ليروي عنه، هذه الرتبة الأولى من مراتب رواية التابعين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الرتبة الأولى أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، الشيخ هو الذي يقرأ الحديث والراوي التلميذ هو الذي يسمع، لكنه قيده بقوله في معرض إخباره، لأن الصيغة حينئذ تختلف إن كان في معرض إخباره أو ليس في معرض إخباره. يقصد معرض إخباره أن يقصد السماع، وذلك يقصد الإسماع، الشيخ يقصد إسماع فلان، وهذا الذي يسمع يقصد الرواية والتحمل لهذا الحديث. فيخرج بهذا ماذا؟ ما لو لم يقصد الإخبار، مثلا رجل دخل مسجدا وشيخ يحدث في زاوية في المسجد طلابه بالحديث، يسمعهم الحديث، وهذا الرجل ما دخل إلا للصلاة ليس لسماع الحديث، وصلى ركعتين وجلس ووصل إليه صوت الشيخ، يعني هو جالس فقط ينتظر الصلاة لكن وصل إليه صوت الشيخ بالحديث، فهذا سمع الحديث، لكن هل قصد؟ لا، هذا قصد التحمل، ولا الشيخ قصد الأداء وإسماعه للحديث. فقال قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره ليروي عنه، يقصد أن يسمعه الحديث بغرض أن يتحمله عنه ويرويه لمن بعده. قال فإن كان وحده، فإن كان الراوي الذي يسمع الحديث من الشيخ إن كان وحده فيقول سمعت فلانا وقال فلان وحدثني فلان وأخبرني فلان، هذا إذا كان وحده. وإن كان معه غيره، وهذا هو الغالب في مجالس الإسماع أن يكون جملة من الطلاب يسمعون من الشيخ خصوصا عند المتأخرين، يعني قال وإن كان معه غيره قال حدثنا أو أخبرنا بصيغة
الجمع. ثم قال وإلا، أي وإن لم يقصد إخباره ليروي عنه، وهذه اتضحت مما قبلها، إنما وصل إليه الحديث بصوت الشيخ وما قصد التحمل ولا ذاك قصد الأداء له بعينه. قال حدث فلان وأخبر فلان وقال فلان وسمعته يحدث. اصطلحت عند علماء الحديث والأصول. قال وله إذا سمع مع غيره قول حدثني، وله يعني ليس معنا الصورة الأخيرة، إنما يرجع إلى الصورة الأولى. وله أي وللراوي الذي قصد السماع وقصد الشيخ إسماعه الحديث، وليس المراد الصورة الثانية. قال وله إذا سمع مع غيره قول حدثني وأخبرني، قال وإذا سمع وحده قول حدثنا وأخبرنا في الأصح. ثم بعد قراءة الشيخ أن يقرأ هو على الشيخ، هذه الرتبة الثانية، هذه الرتبة الثانية، أن يقرأ هو على الشيخ عكس الصورة الأولى. يبدو والله أعلم أن قوله وله إذا سمع مع غيره أنه يعود إلى من لم يقصد السماع، لا تأتي إلا هكذا. نعم هو هكذا قال وله إذا سمع مع غيره قول حدثني، فيما إذا لم يقصد سماع الحديث ولم يقصد الشيخ إسماعه الحديث. قال ثم بعد قراءة الشيخ أن يقرأ هو على الشيخ، وإنما كانت قراءة الشيخ أعلى لأنه أخبر بما يروي. إذن الرتبة الثانية ما هي؟ أن التلميذ هو الذي يقرأ الحديث والشيخ هو الذي يسمع منه ويقره. قال وإنما كانت قراءة الشيخ أعلى، يعني لما كانت قراءة الشيخ على التلميذ أعلى من أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع؟ قال لأنه أي الشيخ أخبر بما يروي، يعني أعرف بالحديث الذي يرويه وقد سمعه وفهمه وتعقله. قال ولأنه إذا قرأ هو قد يغفل الشيخ عند قراءته بعمل قلب ونحوه، يعني سهو السامع أكبر ويعني وأقرب من سهو من المتكلم، فاحتمال السهو من الذي يسمع وارد، لكن السهو من الذي يقرأ هو بنفسه يعني بعيد. ثم قال وقيل هما سواء، الرتبة الثانية مثل الرتبة الأولى، فلا فرق بين أن يقرأ الشيخ أو بين أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع. لما كان سواء؟ قال إذ كلاهما يحصل به جواز الإخبار، يعني لأنه لا فرق في أن الرواية للحديث تجوز سواء قرأ التلميذ على شيخه أو قرأ الشيخ على تلميذه، كلاهما جائز في رواية الحديث، وحينئذ فلا فرق. ثم قال وقيل هذا أعلى، هذا القول الثالث في المسألة، أي وقيل إن قراءة التلميذ والشيخ يسمع أعلى من أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، فتكون الرتبة الثانية أعلى من الأولى عند أصحاب هذا المذهب الثالث. قال وقيل هذا أعلى، أي قراءة المخبر أو المخبر، قراءة المخبر، لأن السماع من الشيخ يحصل به تعقل أكثر من قراءته. حينئذ المخبر. نعم وقيل هذا أعلى، أي قراءة المخبر، لأن السماع من الشيخ به تعقل أكثر من قراءته، يعني أيهما يتعقل الألفاظ ويفهم المعانيها، الذي يسمع من غيره أو الذي هو يقرأ الكلام؟ الذي يسمع، لأنه سوف يركز على حاسة السمع فقط، أما ذاك فتنتشر حواسه
فيحتاج إلى ضبط حاسة يعني السمع وغيرها وهو الكلام، أن يقرأ قراءة صحيحة حتى يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خطأ، فيذهب جهده وتركيزه في ضبط الكلمات، ويذهب ذهنه عن تعقل كثير من المعاني. قال: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري، يعني القرآن. ثم قال: وإذا قرأ على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت بلا موجب فيجوز له الرواية ومع موجب من غفلة أو إكراه لا يكفي السكوت. إذا كان هو يقرأ والشيخ يسكت فلا لا يكفي مجرد السكوت، بل لابد أن يقول نعم صحيح ما قرأته، أو يسكت بلا موجب، يعني حينئذ إما أن الشيخ يقره بالنطق والتلفظ بصحة ما قرأه عليه، وإما أن يسكت ولا يكون هناك عارض منعه من الكلام. مثل ماذا؟ مثل الغفلة أو الإكراه مثلا، أو شيء حصل استدعى أن يلتفت إليه فينسى ولا يتأمل ما يقرأ عليه، أي عارض من العوارض البشرية التي تجعله يعني يسكت وهو لم يعرف ما قرئ عليه. فلهذا قال: ومع موجب من غفلة أو إكراه لا يكفي السكوت، بل لابد حينئذ من التصريح بصحة ما قرأه، ولا يتم هذا إلا باستنطاقه مرة أخرى بأن يقول أعد ما قرأته. قال: ويقول، أي التلميذ الراوي، مع قراءته على الشيخ حدثنا فلان وأخبرنا فلان قراءة عليه، يعني إما أن يقول حدثنا فلان قراءة عليه، أو يقول أخبرنا فلان قراءة عليه، جملتان. ثم قال: وبدونها، هذه واو الاستئناف، أي بدون قوله قراءة عليه خلافه، يعني هل يصح أن يقول أخبرنا أو أن يقول حدثنا ولا يقول قراءة عليه؟ نقل عن أحمد أنه يجوز، وهذه هي الرواية الصحيحة المعتمدة في المذهب، وهي مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية وأكثر العلماء، أنه يجوز أن يقول أخبرنا أو يقول حدثنا بدون كلمة قراءة عليه. قال: ونقل عنه، أي عن أحمد، لا، يعني لا تصح، لا تصح كلمة أخبرنا وحدثنا من غير كلمة قراءة عليه. قال: لالتباسه بقراءة الشيخ، لأنه يوهم شيئا آخر، وهو أن الشيخ هو الذي قرأ وأن التلميذ هو الذي يسمع، وهذا مذهب يعني ذهب إليه قليل من العلماء، جمع كثيرا من الشافعية يعني، فهم قليل بالنسبة لغيرهم. وقيل يجوز في قوله أخبرنا لا حدثنا، هذا قول ثالث في المسألة. وقيل يجوز حذف كلمة قراءة عليه في قوله أخبرنا، ولا يجوز حذف عبارة قراءة عليه في قوله حدثنا، وهذا غريب يعني، هذا المذهب فيه غرابة. قال: وهو رواية عن أحمد أيضا، وهي رواية مرجوحة، وهذا المذهب يعزى، يحكى إلى الشافعي إن صح هذا النقل عنه رحمه الله. ثم قال: وعنه رواية، عن أحمد رواية ثالثة في المسألة، وهو مذهب الرابع في المسألة، جوازهما فيما أقر به لفظاً لا حالاً. جوازهما أي قوله حدثنا وقوله أخبرنا، هذا المراد، جوازهما بالتثنية، أي جواز قول الراوي حدثنا وأخبرنا حين يقرأ والشيخ يسمع، لكن متى؟ قال: فيما أقر به لفظاً لا حالاً. إذا أقر به لفظاً، يعني سمع الشيخ من تلميذه الحديث
ثم قال صحيح ما قرأته أو صح ما قرأته أو يقول صواب أو أي كلمة أخرى ينطق لا حالا، ومعنى حالا بمعنى أنه يسكت، يقره بالسكوت ولا يوجد عارض من غفلة ونحوها. ثم قال وعنه رواية خامسة، تعددت الروايات وكثرت عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه رواية خامسة جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا، جواز أخبرنا يعني دون حدثنا، حدثنا لا تجوز، يعني إذا أقر الشيخ تلميذه بحال السكوت لا باللفظ فإنه لا يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا من باب أولى، أما إذا أقره بالنطق باللفظ قال صحيح ما قلته فإنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، هذا معنى هذا المذهب الأخير، وهو آخر الأقوال في المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال في هذا السؤال، نعم يا شيخ ما فهمته؟ طيب، يقول وعنه أي عن أحمد رحمه الله رواية خامسة جواز أخبرنا فقط لفظاً لا حالا، يعني هكذا يكون المذهب، إذا التلميذ يقرأ الحديث والشيخ يسمع فإن كان بحال السكوت، إقرار بحال السكوت فلا يجوز أخبرنا ولا تجوز حدثنا من باب أولى، من باب أولى لأن عند هذا القائل حدثنا أقوى من أخبرنا، أما إذا أقره بالنطق بأن قال صحيح ما قرأته علي فإنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، هذا معنى المذهب الأخير. نعم تفضل يا شيخ. وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ فيه روايتان، فيه روايتان عن أحمد رحمه الله وهما قولان لغيره، والأكثر على الجواز، ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، إذ الأصل عدم السماع، ولو اشتبه الحديث الذي سمعه بغيره تركهما لأن الاشتباه يوجب المنع، كما لو اشتبهت الميتة بالمذكاة وأخته بأجنبية، وإن ظن أنه واحد بعينه أو أن هذا مسموع له ففي جواز الرواية مع الظن خلاف، قيل لا يجوز لأن الظن كالشك في الاشتباه، كما لو اشتبهت الميتة بالمذكاة وظن المذكاة، وقيل يجوز لأن الظن رجحان، لأن الظن رجحان أحد الطرفين وحين يرجح عمل به، وإلا لم تكن وحين يرجح عمل به، لعل هكذا، وربما تكون وحين ترجح عمل به بحيث تكون بالتاء لا بالياء. نعم سمعني. وحين يرجح عمل به وإلا لم تكن فائدة في الرجحان. أحسنت جزاك الله خير. يقول وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ عكسه يعني يبدل أخبرنا بحدثنا. قال فيه روايتان عن أحمد، المراد تبديل التلميذ لكلام شيخه في صيغة الرواية، بدل ما قال الشيخ حدثنا ذهب التلميذ وقال أخبرنا، في عبارة الشيخ حين روى الحديث عن شيخه. والمقصود هنا الخلاف الذي سوف يذكره إنما هو في الرواية، يعني حين يكون تحمل وأداء، أما في الكتب المدونة حين يكتب الشيخ بنفسه أخبرنا ثم يجيز روايتها لشخص بالإجازة كما سوف يأتي معنا، أو بالوجادة إذا حصلت وجادة وقلنا يجوز الرواية بالوجادة، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يغير أخبرنا بحدثنا ولا حدثنا بأخبرنا، لأنه تغيير للكتب. قال فيه روايتان عن أحمد رحمه الله وهما قولان لغيره، والأكثر على الجواز. نعم صحيح، أكثر العلماء على أنه يجوز أن يغير الراوي حدثنا بأخبرنا، وبناه بعضهم على جواز رواية الحديث بالمعنى،
فمن جوز رواية الحديث بالمعنى قال إذا كنا نغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى لفظ مرادف مثلا أو سياق موافق لمعنى الحديث فمن باب أولى أن يجوز أن تغير صيغ الأداء والتحمل. ومن منع منع، من منع رواية الحديث بالمعنى منع أن يغير حدثنا بأخبرنا والعكس. قال ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، وحكي الإجماع على هذا المذكور على هذا الحكم. إذا شك الراوي في سماعه للحديث من الشيخ الفلاني فتساوت عنده الاحتمالات، تساوى عنده الاحتمالان، لا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر، فإنه حينئذ يحرم عليه روايته وإسناده إلى ذلك الشيخ بأن يقول أخبرني فلان أو حدثني فلان وهو يشك أصلاً في أنه سمعه منه. قال إذ الأصل عدم السماع. نعم، الأصل العدم، الأصل في الأشياء العدم، ثم الوجود شيء طارئ. قال ولو اشتبه الحديث الذي سمعه بغيره تركهما. إذا اشتبه عند الراوي حديث سمعه وحديث لم يسمعه من ذلك الشيخ تساوى عنده، اشتبه على وجه التساوي، فإنه حينئذ ماذا يفعل؟ يتركهما معا، يتركهما معا، لأن كل واحد مشتبه بالآخر. فما من حديث من الحديثين أو الثلاثة أو الأربعة التي اشتبهت إلا ويحتمل أنها الحديث الذي لم يسمعه. يحتمل هذا أو لا؟ يحتمل أنه الحديث الذي لم يسمعه، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط له، ما يروى مع الاشتباه، إنما مع اليقين أو الظن الغالب. قال لأن الاشتباه يوجب المنع كما لو اشتبهت، هذا قياس، كما لو اشتبهت الميتة بالمذكاة وأخته بأجنبية. فإذا اشتبهت الشاه المذكاة بشاه ميتة فإنه يحرم عليه الثنتين، وإذا اشتبهت أخته بأجنبية حرمت عليه المرأة في النكاح. قال وإن ظن أنه واحد بعينه أو أن هذا مسموع له. الآن ليست مرحلة شك الحالة الثانية هذه، وإنما مرحلة يعني حالة ظن، والظن سبق أن ذكرناه في أول كتاب وهو الاحتمال الراجح مع وجود احتمال آخر مضاد له يكون مرجوحا. قال وإن ظن أنه، أي الحديث الذي سمعه، وإن ظن الراوي أنه، أي الحديث الذي سمعه، واحد بعينه، يعني واحد من جملة أحاديث التبست به، حديث ظنه أنه سمعه بين حديثين أو ثلاثة أو أكثر ملتبسة به. قال أو أن هذا مسموع له، أن هذا الحديث سمعه فعلا وهو من مروياته، ففي جواز الرواية مع الظن خلاف، يعني في المذهب قيل لا يجوز رواية عن أحمد وهي رواية مرجوحة، وهذا يدلنا على أن المصنف رحمه الله قد يذكر الرواية الراجحة أولاً وقد يذكرها ثانياً. قال لأن الظن كالشك في الاشتباه، كما لو اشتبهت الميتة بالمذكى وظن المذكى. هذا دليل القول الأول الذي هو رواية عن الإمام أحمد. إذن ما هو هذا القول؟ إذا ظن وليس شك، إذا ظن أن هذا الحديث من مسموعاته والتبس بغيره فكان غير المسموع مرجوحا والذي عينه أنه من مسموعاته راجحا فلا تجوز له رواية الكل، كل هذه الأحاديث. لماذا؟ قال لأن الظن مثل الشك في هذا الباب، فالحديث يحتاط له فيكون الظن كالشك، لابد من اليقين، هكذا قالوا. ويصير مثل ماذا؟ ما لو اشتبهت الشاة الميتة بالشاه المذكى ثم غلب على ظنه أن الأولى الشاة الأولى هي المذكى، فهل يتبع ظنه ولا يتركهما جميعا؟ يتركهما جميعا،
لأن الاحتمال قائم أن تكون هي الميتة للمذكى. قال فكذلك ما معنى يحتمل أن الحديث الذي ظنه أنه سمعه أنه مما لم يسمعه من ذلك الشيخ. ثم قال وقيل قول آخر في المسألة وهي رواية عن أحمد وهي الرواية الراجحة في المذهب. وقيل يجوز، نعم وقيل يجوز، لأن الظن رجحان أحد الطرفين، وحين يرجح عمل به وإلا لم تكن فائدة في الرجحان. يعني ما فائدة أن نقول الظن يجب العمل به وهي قاعدة كلية معروفة؟ فائدة العمل بالقواعد أنه يعمل بها في كل حال حتى يوجد مانع، ولا يوجد هنا مانع يمنع من العمل بالقاعدة، وهي أن العمل بالظن الغالب واجب، وهي قاعدة مضطردة تجري في هذا الباب كما جرت في غيره، وهذه قاعدة أصولية فيعمل فيها أيضا بالظن كما عمل في غيرها من القواعد بالظن. وكثير من القواعد الأصولية المختلف فيها خلافا قويا ترجيح أحد القولين إنما هو بالظن لا بالقطع. قال وصلنا هنا في القراءة. تفضل يا شيخ. ثم بعد قراءة الشيخ وقراءته هو الإجازة نحو أجزت لك أن تروي عني أو ما صح عندك من مسموعاتي. ومن أقسام الإجازة المناولة نحو أن يقول الشيخ خذ هذا الكتاب فروه عني. ويكفي في الإجازة مجرد اللفظ دون المناولة، وحيث حصلت الإجازة فيقول من حصلت له حدثني وأخبرني فلان إجازة، لئلا تلتبس الإجازة بالسماع وبدونها، أي بدون قوله إجازة. خلاف قيل لا يجوز لأن ذلك يوهم أنه سمعه أو قرأه الشيخ عليه، وقيل يجوز لأن الرواية قد جازت له. أحسنت. يقول ثم بعد قراءة الشيخ وقراءته هو الإجازة، يعني ثم بعد ذلك الإجازة، بعد قراءة الشيخ على التلميذ أو قراءته هو أي الراوي على شيخه، بعد ذلك تأتي مرتبة الإجازة. فالإجازة يصح رواية الحديث بواسطة الإجازة عند جمهور العلماء، عند أكثر العلماء، خلافاً لابن حزم فإنه يراها باطلة، يصرح يقول هي باطلة، وخلافاً لبعض الفقهاء من الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية، وهو أيضاً محكي عن أبي حنيفة ومحكي عن الشافعي، والله أعلم بصحة هذا النقل عن الإمامين رحمهم الله تعالى. وإلا في أكثر العلماء، عامة العلماء من الأصوليين ومن الفقهاء ومن المحدثين، على أنه يجوز رواية الحديث بالإجازة، بل بعضهم بالغ فحكى الإجماع كما فعل الباقلاني والقاضي عياض والباجي، جماعة من العلماء حكوا الإجماع على جواز رواية الحديث بالإجازة. قال نحو أجزت لك أن تروي عني، أو أن يقول الشيخ أيضا أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي. طبعا الكلام هنا على الاختصار، والمقصود أجزت لك أن تروي عني، أو يقول له أجزت لك أن تروي ما صح عندك من مسموعاتي. ثم قال ومن أقسام الإجازة المناولة، من أقسام الإجازة المناولة نحو أن يقول الشيخ خذ هذا الكتاب فروه عني، فإن هذه مناولة يناوله باليد، فهي في معنى الإجازة، لأنها المناولة تقتضي تجويز الرواية لهذا الكتاب عنه، فهي إذن وإجازة. قال ويكفي في الإجازة مجرد اللفظ دون المناولة، الإجازة يكفي في صحة الرواية بها مجرد اللفظ أجزت لك إلى آخره، لكن في المناولة لا يكفي مجرد اللفظ، بل لا بد من نفس الإعطاء، يعطيه الكتاب ثم يقول أجزت لك أن ترويه، فهما شيئان.
ثم قال: وحيث حصلت الإجازة فيقول من حصلت له، يقصد المجاز، فيقول من حصلت له أي المجاز حدثني وأخبرني، يعني ليس معا، إنما يعني يقول له، يجوز أن يقول حدثني ويجوز أن يقول مكانها أخبرني فلان إجازة، هكذا يعني كيف يقول حين يروي بالإجازة؟ حدثني فلان إجازة، أو يقول أخبرني فلان إجازة. ثم قال: لئلا، هذا التعليل لاشتراط كلمة إجازة حين الرواية عن الشيخ المجيز. قال: لئلا تلتبس الإجازة بالسماع، لأنه لو قال حدثني أو قال أخبرني وسكت عن قوله إجازة لربما ظن الناس أنه سمعه منه سماعا، بينما هو ما سمع أصلا. ثم قال: وبدونها، هذه واو الاستئناف، وبدونها أي بدون قوله إجازة خلاف، قيل لا يجوز، وهو قول الأكثرين، أكثر العلماء لم يجوزوا الرواية بالإجازة بأن يقول حدثني أو يقول أخبرني ويسكت عن كلمة إجازة. قال: لأن ذلك يوهم أنه سمعه أو قرأه الشيخ عليه، إذا حذف كلمة إجازة سوف يظن الناس أنه يروي بالسماع من الشيخ أو أن الشيخ سمع منه فأقره، بينما هو ما سمع الحديث أصلا منه. ثم قال: وقيل، هذا قول بعض المالكية وبعض الحنفية، يجوز لأن الرواية قد جازت له، مذهب يعني ضعيف المسألة، يقول يجوز أن يروي بالإجازة فيقول أخبرني فلان أو حدثني فلان ولا يأتي بكلمة إجازة. نعم. ولو قال الشيخ خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل اروه عني لم يجز له روايته عند الأكثر، كما لو قال عندي شهادة لفلان ولم يؤديها ولم يشهد بها لا يجوز العمل بها ولا يروي عنه ما وجد بخطه لعدم الإخبار، لكن يقول وجدته بخطه كذا وتسمى الوجادة. أحسنت. يقول: ولو قال الشيخ خذ هذا الكتاب، الشيخ يكلم تلميذه أو رجلا من الناس فيقول له خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي يعني يملكه الكتاب أو يعيره ليستنسخه ثم يعيده إلى الشيخ، خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل اروه عني لم يجز له روايته عند الأكثر. هو فقط يقول ماذا؟ خذ هذا الكتاب، يعني كتاب حديث، أو يقول هذا الكتاب هو مسموعاتي ومروياتي، ولم يقل اروه عني، لا يوجد إذن بالرواية عنه، قال لم يجز له روايته عند الأكثر. نعم، هو قول أكثر العلماء خلافاً لبعض الشافعية ولبعض المحدثين أيضاً. قال: كما لو قال، هذا قياس، وكثير من مسائل الأخبار تقاس على مسألة الشهادات. قال: كما لو قال عندي شهادة لفلان، يعني كما لو قال رجل عندي شهادة لفلان ولم يؤدها، يعني والواقع أنه لم يؤد هذه الشهادة، فقد أخبر أن لفلان عليه شهادة، لكنه ما أدى الشهادة بعد ولم يشهد بها، فهل يجيزها الحاكم؟ ما يصح، بمجرد الإخبار أنه تحمل شهادة، أنه لفلان شهادة عنده، ما يعتبر شهادة. متى تعتبر شهادة؟ إذا جاء عند الحاكم وقال أشهد أن فلانا أعطى فلانا كذا،
إذا أدها وشهد بها حينئذ تعتبر. قال لا يجوز العمل بها. فكذلك إذا قال خذ هذا الكتاب أو هذا مسموعاتي، كأنه فقط يخبر أن له كتاباً في علم الحديث رواية فقط، جمع فيها أحاديث يخبره فقط، لكن أين الإذن في الرواية؟ غير موجودة. ولأن هناك احتمالاً أن يكون في الكتاب خللاً يمنع الرواية، وهذا احتمال قائم أيضاً، فأعطاه الكتاب لكن هو في نفسه ما يأذن بروايته عنه لوجود هذا الخلل أو المانع من الرواية. يعني مثلا توجد فيها حديث باطلة فرضا مع صحيحة وما يريد الناس يرغونه عنه، فأين الإذن بالرواية عنه؟ بل الرواية عنه خلاف مقصوده هو حينئذ. ثم قال ولا يروي عنه ما وجد بخطه أو ما وجد بخطه، كلاهما صحيح لعدم الإخبار، لكن يقول وجدت بخطه كذا وتسمى الوجادة. الآن الوجادة نوع آخر غير المناولة وغير الإجازة. فيقول لو أن رجلاً وجد بخط شيخ من المشايخ من العلماء كتاباً في الحديث، سواء عاصره أو لم يعاصره، لقيه أو لم يلقه، فهل يجوز أن يرويه عنه؟ فقال لا يرويه. لماذا لا يرويه عنه؟ يعني ما يصح أن يقول عن فلان أو قال فلان ويرويه. قال لعدم الإخبار، لأنه ما أخبره بهذا، حتى لو عاصره وحتى لو لقيه هو ما أخبره به، إنما وجده مكتوبا بخطه. فلهذا قال ابن كثير رحمه الله الوجادة ليست رواية، وإنما هي من باب الحكاية، فلا يصح رواية الأحاديث بعن وأن وقال بما يوهم أنها إجازة وهي ليست إجازة. وبهذا تختلف الوجادة عن من عن ماذا؟ عن الإجازة. طيب فماذا يفعل حينئذ؟ يريد أن يبلغ هذه الأحاديث للناس، ماذا يقول؟ يقول وجدت بخط فلان، فحينئذ تصح، يصح حينئذ. لكن لأن كما قال ابن كثير إنما هي من باب ماذا؟ الحكاية وليست من باب الرواية، ولهذا ما يصح فيها كلمة عن أو أن فلانا أو قال فلان، ما يصح هذا كله. والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.